طلاب الصف الخامس أمثلة على دوال كسرية ودوال جذرية نحتاجها في موضوع المشتقة بالتعريف. لاحظ الأمثلة التالية. المثال الأول: لتكن الـ f of x، لتكن الـ f of x يساوينا 1 على الـ x، حيث الـ x لا تساوي صفراً، أو سع مجال للدالة x ما عدا الصفر تكون دالة معرفة، باستخدام التعريف جد f برايم of x فقط. بعدين نطبقها على الأعداد. في البداية نطبقها على رمز x، نضبط القواعد، ثم ننتقل للأعداد، والطريقة تصبح جدا سهلة بالنسبة للطالب. خطوات الحل بهذا الشكل: SOL، نكتب التعريف أولا: f برايم of x يساوي limit دلتا x تقترب من الصفر f of x زائدا دلتا x ناقصا f of x على دلتا x. تعريف. بعد ما اكتب باللغة العربية القواعد اشير لها اشارات بسيطة. استخدمنا التعريف. 2، تعويض بإضافة دلتا x لكل x موجودة في السؤال. الناتج يساوي لنا غاية limit دلتا x تقترب من الصفر. لاحظ الدالة مكتوب بهذا الترتيب: 1 على x زائدا دلتا x ناقصا الدالة نفسها 1 على x على دلتا x. دالة نسبية أو دالة كسرية، استثنى في المقام x لا تساوي صفرا. في هذه الحالة، في حالة الدوال الكسرية، نحتاج إلى توحيد المقامات. limit دلتا x تقترب من الصفر. في البسط نحتاج توحيد المقامات، هذا يعتبر قوس كمية واحدة x زائد دلتا x بالإضافة، فراح يصبح الناتج بهذا الشكل: x زائد دلتا x مضروبة في x هو المضاعف المشترك اللي يقبل القسمة على المقام الأول والمقام الثاني. نقسم المضاعف المشترك على كل مقام ويضرب الناتج في بسط. x زائد دلتا x مضروبة في x تقسيم القوس، يبقى لنا x في واحد، يصير لنا x ناقص x زائد دلتا x مضروبة في x تقسيم ال x، يبقى لنا القوس x زائد دلتا x على دلتا x. لاحظ بهذا الشكل توحيد المقامات. الخطوة اللي بعدها نحتاج هنا فتح الأقواس، الخطوة اللي أشرنا لها في مثال سابق، وخواص التناسب. هنا نحتاج خواص التناسب. لاحظ خواص التناسب قد فائدتها في كل الأمثلة. ناتج يساوي limit دلتا x تقترب من الصفر، فتح القوس في البسط، وهذا المقدار ينزل للمقام، راح أشير الملاحظة عليه، راح يصير عندنا الناتج x ناقصا ال x ناقصا دلتا x. الإشارة لاحظ توزيعية على الحد الأول وعلى الحد الثاني. على دلتا x في المقام مضروبة في قوس مكون من x زائدا دلتا x مضروبة في x. خواص التناسب هاي هنا راح أشير لها بهذا الترتيب. الملاحظة بهذا الشكل: A على B على C بهذا الترتيب. هذا المقام ينزل إلى المقام الثاني، فالناتج يساوي لنا A على B C. الطالب أخذ هذا الموضوع أيضا في موضوع الكسور، يصير A على B تقسيم C على 1، يقلب القسمة إلى ضرب ويقلب الكسر، يضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يحصل على نفس الناتج. بس هنا على الطالب أن يتعلم السرعة، المقام ينزل إلى المقام الثاني. لاحظ بهذا الشكل. بعدها حذف بعدد العناصر، عندنا عنصر واحد في الدالة، عندنا حذف واحد. لاحظ بهذا الشكل الناتج المتبقي يساوي limit دلتا x تقترب من الصفر
خط كسر بقعدنا سالب دلتا اكس على دلتا اكس مضروبة في اكس زائدا دلتا اكس مضروبة في اكس. بعدها هنا لاحظ اختصار بين البسط والمقام، هذا العدد سالب سالب واحد في دلتا اكس، راح يصير هذا الاختصار بالشكل التالي بهذا الترتيب. الناتج المتبقي يساوي لنا لمث دلتا اكس تقترب من الصفر، خط الكسر يبقى، يصير عندنا سالب واحد، بعد كل عملية اختصار على الأقل يبقى واحد، يصير عندنا الناتج هو اكس زائدا دلتا اكس مضروبة في اكس. بعدها تعويض ورفع الغاية راح يصير بهذا الشكل، الناتج النهائي ويساوي سالب واحد على اكس في اكس، اكس تربيع سالب واحد على الاكس تربيع. لاحظ الناتج بهذا الشكل. التأكد من دقة الحل استخدم القواعد، تأكد من الناتج بشكل صحيح. نطبقها في مثال آخر إن شاء الله. المثال الثاني، لتكن الاف اوف اكس، لتكن الاف اوف اكس دالة تساوي لنا 2 اكس زائدا 1 على الاكس ناقصا 1، حيث الاكس لا تساوي 1 لان الناتج اصبح غير معرف، هذه مثل عندنا اوسع مجال للدالة، نجعل المقام يساوي صفرا، ننقل الواحد للجهة الثانية، أوسع مجال للدالة R ما عدا الواحد، هنا صار عندنا استثناء في السؤال. نجد F برايم أوف 2 مستخدما التعريف، مستخدما التعريف. الملاحظة رقم واحد، يستطيع الطالب في البداية أن يوجد f برايم اوف x أولا مثل المثال الأول، ثم يعوض في النهاية بالعدد 2. الطريقة الثانية، نعوض عن كل x بالعدد 2 ونضيف دلتا x ونطبق نفس القواعد، راح نطبقها بشكل مختصر للمثال أدناه. أولا نكتب التعريف حسب ما طلب السؤال باستخدام التعريف. الحل SOL عندنا f برايم اوف اكس يساوي لنا ليمت غاية دلتا اكس تقترب من الصفر، f اوف اكس زائدا دلتا اكس ناقصا f اوف اكس على دلتا اكس. هذا التعريف، التعريف اولا باستخدام التعريف، التعريف يكتب. الخطوة الثانية، بدل الحرف x نستخدم العدد 2، راح يصبح بهذا الشكل f برايم ل 2، لاحظ وياي، وايضا العدد يحتوي على 2 في البسط ايضا موجود رقم، الناتج يساوي لنا ليمت غايه دلتا x تقترب من الصفر، خط الكسر بهذا الترتيب. نجي للسؤال، بسط ومقام، هذا بسط ومقام ناقصا ايضا الدالة اكس، نعوض عن العدد او الحرف اكس بالعدد 2، صار عندنا 2 اللي موجودة هنا، 2 بالخارج، هاي ثابتة في السؤال، بدل الحرف اكس 2 زائدا دلتا اكس زائدا 1، اضافة لكل اكس دلتا اكس في المقام 2 زائدا دلتا اكس ناقصا 1. يستطيع الطالب بهذا الشكل يكتبها، 2 زائدا دلتا اكس ناقصا 1 حتى ما يخطأ في الإشارات. ناقصا الدالة نفسها، التعويض من العدد 2، صار عندنا 2 مضروبة في 2 زائدا 1 على 2 ناقصا 1. والطالب يستطيع أيضا إيجاد تعويض بالعدد 2 في المسودة هنا في الجانب، وينقل لنا الناتج مباشرة اختصار في الخطوات على دلتا اكس.
الخطوة الثانية هي عملية تعويض وإضافة لكل اكس دلتا اكس والتعويض بالعدد 2. الخطوة اللي بعدها عملية التبسيط، فتح الأقواس وجمع الحدود المتشابهة دلتا اكس تقترب من الصفر، راح يصبح الناتج بهذا الشكل على دلتا اكس. الكسر الأول، خط كسر، صار عندنا 2 في 2 4 زائد 2 دلتا اكس توزيعية زائدا 1. في المقام صار عندنا 2 زائدا دلتا اكس ناقصا 1، ما مضروب فيها ناقصا. الكسر الثاني 2 في 2 4 1 5 على 1. فتح الأقواس، جمع حدود متشابهة، تخلي للخطوة التالية. الناتج وين يساوي لنا؟ ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر، خط الكسر، الكسر الأول راح يصبح بهذا الشكل 4 زائد 1 5 زائد 2 دلتا اكس. في المقام 2 ناقص 1 يصير دلتا اكس زائدا 1، لاحظ الإشارة للأكبر، ناقصا 5 على 1 على دلتا اكس. بعدها عند وجود الكسور توحيد المقامات، لمث دلتا اكس تقترب من الصفر، المضاعف المشترك هو القوس دلتا اكس زائدا 1، دلتا اكس زائدا 1 يقبل القسمة على الكسر الأول وعلى الكسر الثاني. على الكسر الأول بها 1 يبقى البسط نفسه 5 زائد 2 دلتا اكس، لاحظ ناقصا. الكسر الثاني هذا المضاعف المشترك تقسيم 1 مضروب في 5 يصير 5 مضروبة في دلتا اكس زائدا 1 على دلتا اكس. بعدها بعد توحيد المقامات، فتح الأقواس وجمع الحدود المتشابهة والاستفادة من خواص التناسب اللي أشرنا لها في المثال السابق، راح يصير عندنا ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر، لاحظ هذا المقدار مقام المقام بهذا الشكل، راح يصير دلتا اكس مضروبة في دلتا اكس زائدا 1. في البسط فتح الأقواس جمع الحدود المتشابهة 5 زائدا 2 دلتا اكس ناقصا 5 دلتا اكس ناقصا 5 بهذا الترتيب. الحدود المتشابهة هي، طالب يسأل، الخطوة السابقة كان عدد الحدود المحذوفة يساوي عدد العناصر، هنا تم الحذف في هذا المكان في أكثر من مكان، هنا الخطوات الأخيرة. إذا حل الطالب حسب القاعدة الأولى يكون عدد الحذف بعدد العناصر أيضا. الناتج المتبقي لعملية التبسيط، الناتج يساوي ليميت غاية دلتا اكس تقترب من الصفر، المقدار في البسط، لاحظ موجب 2 دلتا اكس ناقص إشارة للأكبر سالب 3 دلتا اكس على دلتا اكس مضربة في دلتا اكس زائدا 1. أيضا هنا دلتا اكس عامل مشترك بدون تحليل، إخراج العامل المشترك المتوفر أصلا في السؤال، اختصار بين البسط والمقام. الناتج يساوي لنا ليميت غاية دلتا اكس تقترب من الصفر سالب 3 على دلتا اكس زائدا 1. هذا الناتج بعد الاختصار، احنا نعوض عن دلتا اكس بصفر ونرفع الغايه، فالناتج يساوي الناتج الاخير سالب 3 على 1 ويساوي لنا سالب 3. طالب يسال هنا كيف يتم التحقيق؟ التحقيق بالقواعد. توضيح لهذا السؤال، تحقيق بالقواعد، تحقيق
بالقواعد. f برايم اوف اكس يساوي ان خط كسر المقام اكس ناقصا واحد في مشتقة البسط اثنين ناقصا البسط اثنين اكس زائد واحد في مشتقة المقام واحد مربع المقام اكس ناقصا واحد تربيع. هنا الاشتقاق للحرف اكس، فتح الاقواس يصير اثنين اكس ناقصا اثنين توزيعية الضرب ناقصا اثنين اكس ناقصا واحد على الاكس ناقصا واحد تربيع. استخدمنا مشتقة حاصل قسم المقام في مشتقة البسط ناقصا البسط في مشتقة المقام على مربع المقام، حذف الناتج بعد عملية الحذف سالب ثلاثة على الاكس ناقصا واحد تربيع. الاف برايم للعدد اثنين الناتج يساوي ان سالب ثلاثة على اثنين ناقصا واحد تربيع ويساوي ان سالب ثلاثة على واحد ويساوي ان سالب ثلاثة. لاحظ بهذا الشكل. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.